للحديث عن الحملة الإغاثية الجديدة التي قامت بها هيئة علماء المسلمين بالعراق بالتعاون مع منظمة أم القرى في مخيم ديبجة للنازحين في الموصل، معنا من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى دكتور ناصر الفهداوي. أهلا بك دكتور ناصر، بداية هل حدثتنا بشكل أكثر تفصيلا عن الحملة الأخيرة التي قمتم بها في الموصل؟ حياكم الله سيد الكريم. أهلا بك. هذه الحملة قدمت لأهلنا النازحين من الموصل ومن محافظات أخرى مختلفة، وكذلك العائلات النازحة التي تم طردها قسرا من المخيمات التي تم إغلاقها قسرا من قبل الجهات الحكومية من دون أسباب داعية لإغلاق هذه المخيمات، مع العلم ما أن الأسباب ما زالت قائمة لبقاء النازحين، وذلك لعدم وجود الظروف المعيشية الآمنة المهيئة التي يجب أن تهيئ لأهلنا النازحين. نعم. حتى يعودوا عودة آمنة لمناطق سكنهم الأصلية. هذه الحملة قدمتها منظمة أم القرى لإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين. نعم. وقدمت 500 منحة مالية لإعانة أهلنا لتجاوز بعض الظروف، وكذلك نحن نقدر بأن موسم الشتاء قد أقبل عليهم وهم بحاجة ماسة لتلبية بعض الاحتياجات الضرورية لهم ولأبنائهم ولأطفالهم خلال موسم البرد الشديد، وهم في مخيم مرمي بالعراء، وهذا المخيم يقع بين ثلاث محافظات بين كركوك والموصل وأربيل، وهو بعيد جدا عن المناطق عن المدن، وكذلك بعيد جدا عن طرق المواصلات، ولذلك نحن ارتأينا أن نقدم سلسلة من الحملات في هذا المخيم نتيجة لكثرة العائلات التي لجأت لهذا المخيم. دكتور ناصر، ماذا عن واقع النازحين في المخيم، لا سيما الأوضاع في مخيم ديبجة في الموصل؟ كما أسلفت لجنابكم الكريم وللمشاهدين الكرام، هذا المخيم يقع في منطقة نائية جدا بين ثلاث محافظات، ربما يعني إداريا الموصل تقول كركوك هي التي تقدم، وربما كركوك تقول أربيل هي التي تقدم، ولكن لأنه يقع في منطقة نائية لذلك هم النازحون في هذا المخيم يعانون ظروفا معيشية صعبة. الجهات المسؤولة عن إغاثة النازحين، الجهات الحكومية، تقصر تقصير كبير باتجاه إغاثتهم وباتجاه تلبية الاحتياجات وتقديم الاحتياجات الضرورية لهم. هم منذ 8 سنوات في هذا المخيم ولهم احتياجات كثيرة جدا. المعيشة بحد ذاتها في المخيم هي معيشة جحيمية صعبة جدا، هم يتحملونها لأنهم لا يجدون غير هذا المخيم ملجأ. هم ممنوعون من العودة، أغلب آلاف العائلات ممنوعة من العودة إلى مناطق سكنها الأصلية، تمنعهم الميليشيات التي تهيمن على مناطقهم، وكذلك منازلهم مهدمة وليس لهم أي عائد مالي يهيئ لهم المعيشة الكريمة، ولذلك هم يبقون بهذا المخيم لأنهم يجدون النزور اليسير الذي يعينهم على المعيشة البسيطة. دكتور ناصر، هل حدثتنا عن حملاتكم القادمة لا سيما مع ارتفاع احتياجات النازحين في مخيمات الموصل؟ كمنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية وهيئة علماء المسلمين ومنظمات بسيطة جدا بقيت تقدم لهؤلاء، وهي تقدر عاليا الاحتياجات الكثيرة، وإن كان المتيسر هو الذي يقدم لهذه العائلات، بودنا أن نقدم الشيء الكبير لأهلنا النازحين، لكن قاعدة المعلومات الآن واسعة كبيرة وكبيرة جدا، الاحتياجات كبيرة جدا، ونحن نقدم سلسلة من الحملات مع إقبال فصل الشتاء مع المخيمات المرمية في مناطق نائية وبعيدة وكذلك مكشوفة في أرض مكشوفة، ولذلك نقدر عاليا من الاحتياجات الماسة لهؤلاء لهم ولأطفالهم، يحتاجون الملبس، يحتاجون الغذاء، يحتاجون الدواء، ولذلك نحن في نيتنا أن نقدم سلسلة من الحملات خلال فصل الشتاء لأهلنا النازحين في المخيمات عموما. الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى كنت معنا عبر الهاتف من أربيل، شكرا جزيلا لك.